تعالوا نروح كده ونشوف كده برضو الخبر ده. الحقيقة مسلسل الحشاشين يعني تأثيره كبير وممتد على الأوساط الفكرية والتاريخية، خصوصا طبعا حقائق كثيرة جدا الناس بدأت كتير، في ناس طبعا شاهدته حلقة بحلقة مع بداية الشهر، وناس بدأت تشوفه دلوقتي، والناس شافته في العيد، والجدل الكبير الناس بترجع وتشوف حول تاريخ الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها طبعا زي ما انتم عارفين الفكرة كانت جماعة الحشاشين، واللي أسسها حسن ابن الصباح. وطبعا الناس بدأت تسأل وتشوف ايه الموضوع وايه اللي بيحصل بالظبط. انتم عارفين ان هو أسس كمان كتابة سيرة سيدنا، والكتاب ده كان حسن الصباح أملاه على ابنه عشان يكتبه ويبقى موجود، ويظل هذا الكتاب ينقل سيرة حسن الصباح. الحكاية ما بين الواقع والأسطورة، يعني هل ده حدث فعلا ولا هي أسطورة كانت موجودة، خصوصا أن جماعة الحشاشين اعتمدت على تناول روايات أسطورية حواليها، وده كان باين من فكر الجماعة أصلا يعني. لكن خليني أروح لتفاصيل أكتر، لأنه كمان يعني كانت في تفاصيل كتيرة، وشفنا طبعا إحنا معاكم مش بس حسن الصباح، لكن شفنا نظام الملك وشفنا عمر الخيام. وأنا دايما بشوف إنه حط هنا حسن الصباح بالفكر المتطرف جدا، وحط الناحية التانية عمر الخيام بالفكر الإنساني لشاعر لباحث لعالم، فتلاقي انه قد ايه رغم ان هم كانوا اصحاب، لكن تباعد الفكر ازاي ممكن يبقى موجود بين اتنين مختلفين ولكن في نفس الزمن. خليني كده اروح لاستاذ ايضا ودكتور متخصص، وهو باحث طبعا في الدراسات التاريخيه، الاستاذ الدكتور احمد لاشين، اللي هيطلعني على مزيد من التفاصيل، هيكلمني كمان عن حقيقه هذا الكتاب. خليني اقف معاه في هذه النقطه تحديدا. دكتور احمد مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، واهلا بحضرتك والساده المشاهدين، وسعيد جدا انا موجود مع قامه اعلاميه زي بعض. الله يخلي حضرتك، حقيقه يعني المسلسل ده استهلك مننا متابعه وبحث، يعني انا كنت بتفرج على الحلقه وارجع اقرا هنا واقرا هنا واقرا هنا عشان برضو اعرف الحكايه بالظبط وتفاصيلها. فانا هسال لحضرتك السؤال الاول، وهو كتاب سيره سيدنا، هل هذا الكتاب واقع؟ تم كتابته بالفعل وتم نشره زي ما شفنا في المسلسل، وهو ولا هو أسطورة من الأساطير اللي خلقتها جماعة الحشاشين؟ بالنسبة لكتاب سيرة مولانا أو سيرة سيدنا كما ورد في الكتب التاريخية، الكتاب زي ما ظهر في المسلسل كده بيقول إن الحسن الصباح أملى الكتاب على ابنه، وبعدين ادعى ان الملائكه هي اللي املته عليه، كنوع من انواع فرض الاساطير والكرامات المغلوطه. والجمل دي كانت موجوده في المسلسل. تمام. تاريخيا الكتاب موجود، يعني تاريخيا الكتاب ده موجود فعلا. بنفس العنوان سيرة سيدنا. وتم العثور عليه بعد هجوم المغول على قلعه ألاموت، واللي اوجده كان او اللي لقاه كان الوزير الايراني عطا ملك الجويني. لما قرر هولاكو ان هو يدخل القلعه ويحرقها ويحرق المكتبه الكبيره اللي كانت موجوده فيها، الوزير عطا ملك الجويني قال له انا محتاج اخش اشوف المكتبه الاول وهنتقي منها الكتب المناسبه. هو حرق معظمها بعد كده عطا ملك الجويني، ومن اهم الكتب اللي لقاها كتاب سيره سيدنا. سيرة سيدنا من الكتب اللي ملهاش مؤلف، يعني مجهولة المؤلف. وبتحكي حكاية الحسن الصباح من بداية الدعوة لغاية نهاية قلعة ألاموت، يعني لغاية نهاية آخر أئمة. يعني على الكتاب مش مكتوب تأليف مين؟ مش مكتوب تأليف مين. لكن هو موجود من الكتب الرئيسية داخل القلعة، وكان بيعتبر من الكتب المهمة جدا ل الجماعه النزاريه او جماعه الحشاشين. ليه؟ لان الاشاع حوالين الكتاب او الاشاع حوالين الكتاب ان بالفعل املاه الحسن الصباح وحكى حكايه الجماعه كلها الى نهايتها، كانها اسطوره بيحكيها الحسن الصباح. وطبعا دي من ضمن الاساطير اللي طقها اتباع الحسن واتباع الحشاشين على مدار التاريخ. الكتاب ده موجود ومترجم كمان، وخدوا عطا مترجم بلغات اجنبيه. اتفضل يا فندم. مترجم بلغات اجنبيه، مترجم الى اللغه العربيه ومترجم الى لغات اجنبيه، وموجود حتى اللحظه.
وموجود حتى اللحظه. والوزير عطا ملك الجويني هو اللي حطه في كتاب ثاني مهم جدا اسمه تاريخ جوان جوشاي او تاريخ فاتح العالم. كان بيحكي فيه عن تاريخ المغول من بدايتهم الى لحظه هولاكو خان لما دخل على العالم الاسلامي. فحط الكتاب بتاع سيره سيدنا ده او سيره مولانا في الايه الكتاب بتاعه اللي هو في تاريخ جوان جوشاي او فاتح العالم. الكتاب محتوي كل تقريبا التاريخ الحسن باعتبار ان هو كان نفسه بيملي اجزاء منه كما قيل، وبيحكي عن كثير من ما اسموه بعد كده كرامات الحسن، يعني الحسن بيحكي عن نفسه وجماعه بتحكي عن نفسها. الكتاب تم تنقيته وتنقيحه واضافه عليه بعض الاضافات من وجهه النظر السنيه احيانا او وجهه نظر المغول نفسهم في جماعه الحشاشين باعتبار ان هم المغول نفسهم كانوا وثنيين، لكن الوزير عطا ملك الجويني كان سني المذهب فاضاف على الكتاب بعض الملاحظات وبعض التنقيحات واتشال منه اجزاء او حذفت منه اجزاء واتبقى. طب هل الاجزاء اللي اتشالت هي اجزاء رقابيه للفكر المتطرف ولا ولا حاجه خاصه بانه نوع من الجنان، لانه كمان هو كان يعني بيتخيل اشياء كتير وهو الامام وهو مفتاح الجنه وهذه الاشياء الايه اللي كان بيتخيلها طول الوقت. الاثنين يعني الجزء الفكرتين اللي حضرتك بتقوليهم ده هم تم الوصايه عليهم على الكتاب او تم الرقابه عليهم على الكتاب. طب سؤال هنا مهم جدا. الوزير عطا ملك الجويني ومن جاء بعده يعني تمام. كان جزء كبير من افكار المتطرفه اللي كانت موجوده عند الحشاشين او عند النزاريين تم حذفها. طب سؤال هنا عشان ما يروحش مني بس، نتيجة للتفاصيل اللي خاصه بالتهويمات بتاعه الصباح يعني تمام، اللي هي ارتباطه بمفتاح الجنه وغيرها من تمام. يبقى احنا كده انا بس عايزه اوثق مع حضرتك حاجه مهمه جدا دكتور احمد، احنا هنا بنؤكد بان كتاب سيدنا ده كتاب موجود مترجم، انا عارفه انه موجود مكتوب بالفارسيه ومترجم للعربيه ومترجم لي ايضا اعتقد حد قال لي مترجم للروسي كمان او لبعض اللغات الاخرى. الكتاب لان كتاب جوان جوشاي او كتاب فتح العالم اترجم لعده لغات واهمها كانت الترجمه العربيه. هو كتاب ضخم، كتاب فيه يعني هو حوالي 3 اجزاء. طب سؤال هنا بس سؤال حتى وان كان معلش سريعا كده بره الموضوع، ولكن يعني برضه بيصب في الفكر بما ان احنا نتكلم عن جماعات متطرفه وارهابيه، هل حضرتك ترى بانه هذا الكتاب وهذه النوعيه من الكتب هي اصبحت ايضا مصادر لجماعات زي داعش والاخوان وغيرها وهي اللي كانوا بيأثروا عليها بالشباب اللي بيتم تجنيدهم بانه ده فكر موجود ودول ده سيدنا تمام. القديم هل ترى ان هذه الكتب هي اللي كانت فعلا من الكتب المؤثره اللي بيستخدموها في الدعوه؟ نوعيه الكتب هو بالشرط يكون كتاب سيره سيدنا هو اللي اثر بشكل مباشر، لكن نوعيه الفكر نفسها البنيه الفكريه اللي ارتبطت بتاسيس الجماعات يعني جماعة الحشاشين كونت أكبر جماعة يعني إرهابية في التاريخ واستمرت لمسافة طويلة جدا مش بس صحيح إيران. بس هي بتخاطب نفس يا لو عملنا توازي ما بينها وما بين داعش وجماعات الإخوان الإرهابية ونفس الفكر استمرت يعني هذا النفوذ وسوريا وغيرها استمرت لمسافة طويلة جدا في السنوات وفضلت بنيتها أو تأسيسها ده هو النبراس اللي مشيت عليه كتير من الجماعات بعد كده اللي جت بعد مرحله الحشاشين حتى في العصر الحديث. صحيح. من فكره الولاء والبراء او السمع والطاعه او وفكره التكفير مساحه اسطوريه للقيادات او الاماراء او الامير او الامام او غيره من كمان دكتور احمد فكره التكفير، يعني عندنا احد المشاهد الموجوده في المسلسل وهو قتل المؤذن، يعني المؤذن ده راجل يعني مؤمن ومسلم وكده ولكن هو لا يتفق مع الجماعه اذن هو كافر. يعني اللي هي فكره تحليل المؤذن دي من الاحداث التاريخيه المهمه جدا في طبعًا. بدايه جماعه الحشاشين يعني هي كانت موجوده في التاريخ وكان مركز عليها لان دي كانت بدايه مرحله الاغتيالات اللي قامت بها الحشاشين. طيب. الحشاشين زيهم زي كل الجماعات صحيح تماما الخلاف الفكري.
وهم كانوا بيعملوا الاغتيالات دي عشان نوع من انواع الترهيب بقوتهم بالضبط. ووجودهم. طيب شيء سريعا بالضبط. جدا بس عشان الوقت ايضا وجود بالضبط. عمر الخيام، وعمر الخيام كان موجود في نفس الحقبه اللي فيها حسن الصباح، ولكن على النقيض بالضبط. هو انسان، هو عالم، عنده علم الفراسه، علم الرياضيات، وايضا الشعر والكتابه والانسانيه، يعني هو يبحث عن الانسانيه بالضبط. وايضا الاخلاص في نفس الوقت، عكس حسن الصباح تماما حتى وان جمعتهم الصداقه. يعني هل دي حقيقه جمعتهم الصداقه، ولا هي ايضا فيها مبالغات؟ يعني هو تاريخيا لم يثبت قوي ان هم كانوا اصدقاء بالمعنى ده، لكن بعض الروايات التاريخيه او التراثيه قالت ان هم كانوا على علاقه ببعض، حسن صباح وعمر ونظام الملك. لكن هل هم كان يعني علاقتهم بالشكل اللي ظهر ده، مش موجود بالسبب التاريخي قوي، لكن ده بيعتبر جزء من التكوين الدرامي، مش بس المسلسل، لكتير من الرؤيه اللي اتقدمت للمرحله دي. انا كمان بلاقي برضو ده انصاف يا دكتور احمد، انصاف لهذا الزمن، بانه زي ما كان في المتطرف القاتل العنيف، في ايضا الانسان الشاعر. ما هي اصل الدنيا ما اتبنتش بالتطرف طبعا. بالظبط يا فندم، هو زي ما حضرتك بتقولي كده، العصر كان شايف حاجات كتير جدا، صح، زي كل العصور. يعني دايما احنا بنلاقي الجماعات المتطرفة او الفكر المتطرف موجود بجانب الفكر التنويري والفكر التثقيفي. يعني عمر الخيام كان من رموز الثقافة في عصره، مش بس علشان هو شاعر، لا طبعا، لانه كان عالم فلك، صح، مهم جدا، عالم فلك وفراسة ولغة وحاجات كتيرة قوي الحقيقة، بالظبط، صحيح. فهو يعني كان انعكاس لطبيعة فلسفة عصره كلها على بعضها، أكيد. وعمر كان طول الوقت بيمثل النقيض، ليه؟ حتى مش بس للحشاشين، لا كمان لأي محاولة من المحاولات مثلا السلطة لتعويضه أو استغلاله. يعني هو حتى رفض الخيانة، يعني رفض إن هو يوشي بمعارفه أو إن هو يبقى جزء من الوشاية. الحقيقة يعني الحديث طويل، وحبقى سعيدة جدا إنه حضرتك تشرفنا في الاستوديو، عندنا نقاط كتير في التاريخ نقدر كمان ننور بيها الناس ونقول الحقيقة ما بين الواقع والأسطورة، أكيد يعني. فأنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وشفت يعني قيمة هذه الأعمال إنها تخلينا يعني تنير العقول زي ما بنقول، ونفكر ونتباحث ومثيرة للجدل، ولكن بشكل حلو جدا. أشكرك شكرا جزيلا يعني دكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الأداب جامعة عين شمس.